حسين عبد اللطيف. يعني لان المباراه دي اتذكرها طبعا، ده اول سوبر يعتبر افريقي او اول سوبر مصري مصري يعني بنلعب في جوهانسبرج في جنوب افريقيا. انتهى 1-0 ايمن منصور. المباراه دي طبعا هتذكرها لحاجات كتيره، اولا لانها طبعا بطوله كبيره جدا زي دي واول بطوله. المباراه دي اتصبت فيها اصابه كبيره، كان الكابتن محمد يوسف يعني دخل طبعا يعني مش عايز اقول، انما دخله ما كانتش يعني تمت للكره بصله، يعني بقى في نص الملعب بعيده جدا. وبعدين ايه، قعدت حوالي 3-4 شهور بعد الاصابه دي وعملت عمليه في المانيا. قال ان هي اللي بطلتك؟ لا لا لا، انا كملت، انا رجعت وكملت في نادي الزمالك لحد بطوله اللي هي 96 97، ثم انتقلت بعد كده مشيت لنادي الالومنيوم. رجعت نادي الالومنيوم في الدوري الممتاز يعني. كلام مهم جدا من الكابتن حسين عبد اللطيف عن مباراه السوبر الافريقي، اول مواجهه بين الاهلي والزمالك افريقيا، والحقيقه هي اخر مواجهه فاز فيها النادي الزمالك على النادي الاهلي، لان اتقابلنا بعد كده 8 مباريات النادي الاهلي فاز في 5 وتعادلنا في 3، مفيش اي فوز لنادي الزمالك. والحقيقه المباراه دي كانت في حكم باتريس ماتابيلا معروف جدا، وتعرض مجموعه اخطاء كتيره جدا. اذا كنت بتتكلم عن تداخل الكابتن حسين عبد اللطيف وتداخل من كابتن محمد يوسف واصابات، عندنا لعيبه اتصابت وعندنا تدخلات اعنف، لكن الاخطر في الموضوع ان نفس الحكم ده في 2004 تم اتهامه بقضيه رشوه، عشان يكونوا حكمين في تاريخ مباريات النادي الاهلي لمبتي وباتريس ماتابيلا اتهموا بقضيه رشوه، والغريب ان النادي الاهلي خرج او خسر البطولتين اللي تم اتهام حكام بعد كده في قضايا رشوه. موضوع خطير جدا من الكابتن حسين عبد اللطيف، بس احنا برضو حابين نوضح للناس التدخلات كانت ازاي والاخطاء التحكيميه كانت شكلها ايه. اكيد يا احمد، والمباراه دي كابتن حسين عبد اللطيف ذكر جزء منها ولكنها ليست الصوره كامله. وكمان الزميل هاني حتحوت لما بيقول له الاصابه دي هي اللي بطلتك، اللي هي فكره يلا عشان الموضوع يبقى اصعب شويه، يعني ما شافش جون احمد فيليكس في 96 مع الكابتن حسام لطيف موفق، لان هو بيوجه الموضوع اصلا لفكره ان الاصابه كان مداها اكبر من كده. طيب، بمناسبه العنف في المباراه، المباراه دي كان فيها وقائع عنف غريبه جدا لازم نقف عندها. منها في البدايه كابتن اسماعيل يوسف ولقطه صعبه جدا في نص الملعب، نشوف الفيديو ونرجع تاني. ايمن تروح لرضا، يرقص رضا وماشي، انما في فاول ضربه حره مباشره، وهل في كارت اكبر؟ كارت اكبر لاسماعيل يوسف، اول كارت ضرب بدون كره لكابتن رضا عبد العال، ولقطه واضحه جدا ما كانتش هي الوحيده في المباراه. الاخطر يا فارس، هو كابتن اسماعيل يوسف كان بيتعمد في كل مباراه اهلي وزمالك مع الكابتن رضا عبد العال الضرب المتعمد، ولما كمان جاله مجدي طلبه برضه كان بيتعمد الضرب المتعمد. كان الكابتن اسماعيل يوسف متخصص في الحاجات دي وجيل التسعينات عارف كده كويس. لكن احنا عندنا اللقطه الاخطر في المباراه واللي هي بتخلينا نطرح تساؤلات حول باتريس ماتابيلا قبل طبعا ما نوصل ل 2004، هي لقطه ايمانويل مع الكابتن ياسر ريان، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. وتروح كرة لياسر ريان، ياسر ريان يخش ايمانويل وفاول على ايمانويل، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. اختار خدوا انذارات، واول انذار في الشوط الثاني لايمانويل. محمد يوسف وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. بدأوا يسلموا ياسر ريان الكرة في رجله اهو، انما اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عصام نصار يميل على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف، والتحام ما بين يوسف واشرف، محمد يوسف واشرف يوسف، تشابه اسماء طبعا، وروح طيبه من حسام وضربه حره مباشره، وما بيبصش للي معاه الكوره فقط انما بيبص لبقيه الزملاء برضو بطرف عين. اهو لانزمان بيقول الحكم يا ريت الصوره تيجي، بينبهه ان في التحام، راح اهو وراجع له تاني بطرس بينبهه اهو اهو، هيدي انذار يا ترى لمين؟ لمحمد يوسف تقريبا، لان لانزمان لانزمان اري سلتاتوس نادى الحكم وقال له حاجه، على طول طلع الكارت الاصفر لمحمد يوسف. ده كارت احمر، ده كارت احمر.
اللي حضراتكم شفتوه ده مش خيال، ده حقيقي، ده اللي حصل في المباراة، مش بنهزر والله، ولا لاعبين في الفيديو خالص. اللقطة نفس الحكم اللي شاف ضرب إيمانويل اللي ملوش علاقة بكرة القدم على رجل كابتن ياسر ريان، اللي شاف ان دي تسحيق انذار، طرد كابتن محمد يوسف على حاجة ما شافهاش اللي حامل الراية على الجهة الأخرى. انتم متخيلين؟ يعني القرار ده مش قرار حكم الساحة، ده قرار حامل الرايه اللي على الجهه الاخرى اللي هو كان عند كابتن احمد شوبير، شاف المشاده اللي بين كابتن اشرف يوسف وكابتن محمد يوسف، فقرر باتريس ماتابيلا ان هو يطرد الكابتن محمد يوسف في الوقت اللي او في نفس الدقيقه اللي بيدي فيها انذار لكابتن ايمانويل على الكره اللي حضراتكم شفتوها اللي هي موجوده في ملاعب كره القدم من زمان، بس كانت تستحق الطرد على طول والايقاف المباشر. دي مباراه السوبر، وده الحكم باتريس ماتابيلا، وده الكلام اللي بيتكلم عنه الكابتن حسين عبد اللطيف عن فكره العنف. اعتقد مباراه كان لازم فعلا يكسب فيها نادي الزمالك، واعتقد كان مهم انها تكون المباراه الوحيده الافريقيه اللي يفوز فيها نادي الزمالك. كانت لقطه غريبه جدا وغير مبرره، ولكن كمان العنف في المباراه وصل لكابتن شوبير اللي أصيب بقطع في الرباط الصليبي نتيجة التحام إيمانويل أمونيكي معاه. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. انت اتنصر وبيجري له أيمن وبيجري له إيمانويل ويلعب إيمانويل وموه إيمانويل وحط الكورة في الأول. شوبير طلع له في توقيت مظبوط جدا 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 إيمانويل، ولو ما كانش طلع شوبير في التوقيت ده كان فعلا كان هينفرد منه لشوبير تماما. لو هنشوفها في الاعاده هنلاقي ان ايمانويل موه بالكوره، موه بجسمه، فوقف الاثنين مدافعين وانطلق في نفس لحظه التمويهه، انما شوبير كان صاحي جدا جدا وطلع في توقيت مظبوط جدا جدا. احمد شوبير ان شاء الله يقوم شوبير سليم من حراس المرمى الممتازين اصحاب الثبات في المستوى. وطبعا بنقول ليه بقى بطرس دلوقتي؟ الصحافه المصريه كتيره جدا هنا بتغطي اهو اكرامي بيسخن، لو ما دخلش معاه وخبطت الكوره في رجله وتحولت ضربه ركنيه. اسماعيل يوسف، اشرف يوسف، ايمن منصور، وشوت شوطه جامده دقيقة 41. اللي يشوف كابتن شوبير بعد الهدف، بعد تسديدة كابتن أيمن منصور، شوف كابتن شوبير وهو بيزك لأنه هو لعب بالإصابة. شفنا عنف كابتن إسماعيل يوسف ضد كابتن رضا عبد العال، شفنا عنف إيمانويل ضد كابتن ياسر ريان وضد كابتن شوبير، وشفنا طرد غير مفهوم في كرة القدم وغير مبرر. هكذا كان سوبر 94، وهكذا كان وقع محتاجين جدا نقف عندها ونتذكرها، لأن كابتن حسين عبد اللطيف قال جزء صغير جدا منها. وعشان كده وفي نهاية حلقتنا هتفضل بطولات النادي الأهلي وهيفضل تاريخه وهتفضل مواقفه خط أحمر لن يسمح بالمساس بيها. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله.